يعني انا ما بحبش حاجات كتير، لا احب اشكر المخرج اللي انا اشتغلت معاه، ولا احب اشكر شركه الانتاج اللي انا اشتغلت معاها، ولا احب اشكر العمل ولا زملائي ولا ادافع عن العمل. لانه وانس العمل الفني خرج الى النور فهو بيقول نفسه. اذا كان الكوتشي ده في الثلاثة كادر دول هيوقعوا الثلاثين حلقة دول من الإبداع والجهد والمصابرة والإخلاص والفن وحاجات كتير، يبقى يعني ما فيش داعي لل. ولكن على أي حال خالد يوسف مخرج متمكن من كل عناصر الإخراج، وعناصر الإخراج يعني كل حاجة في العمل الفني، صوت وصورة ولبس وأكل وشرب وممثل متضايق وممثل فرحان وممثل تعبان النهاردة، وكله حقيقي على كل المستويات حقيقي.